الحبوات ولا الانتصار الاخير الحاسم في قنيطره اللي تسبب في نزول قنيطره او كان جزء من نزول قنيطره في ديرنا قنيطره عانوا في الدورات الاخيره من الموسم. كيفاش كيبريباريو الموسم الجديد؟ بريباراسيون مع مديحي معطيات عديده على فريق طاس دائما مع هشام شعيب. ونبداو بالنقطه الاساسيه الميركاتو، شنو تبدل في التركيبه البشريه الفريق هشام؟ مرحبا مجددا ايوب. يعني الاتحاد البيضاوي انا كنت حتى حضر الاستعدادات ديالو من يبدا ايوب، يعني كان ملعب روش نوارا ايوب، يعني كنقولوا خليه ديال النحل عامر ديال فريق الاتحاد البيضاوي، يعني تقريبا 37 لاعب اللي كانت تريني في ملعب روش نوار حتى امراض المدرب محمد مديحي. بالنسبه للاعبين اللي كانوا العام اللي فات ولا اللاعبين الجدد اللي كانوا غيوقعوا الفريق الاتحاد البيضاوي، كما قلتي التركيبة البشرية اللي بقات من فريق الاتحاد البيضاوي الموسم اللي فات بقاو 12 لاعب تقريبا ايوب، ابرزهم محمود بن تيك لاريير غوش، ايوب النبقي الهداف ديال الفريق، ايوب الزهراوي اللي كان هو السبب كما نقولوا بين قوسين هو اللي خلى فريق الاتحاد البيضاوي انه يبقى في القسم الوطني الثاني بعد هدف اللي ماركه الفريق الكاك، كذلك جوج لعابه ديال الميليو تيران ديفونسيف لا يوسف ديقي ولا كذلك يوسف الرياني هما اللي تقريبا ابرز اللاعبين اللي بقاو مع التشكيله ديال فريق الاتحاد البيضاوي. يعني مشى اشرف مرزق رياض روى اللي بدا الاستعدادات مع بدايه الموسم، ولكن يعني كما نقولوا فسخ العقد ديالو مع فريق الاتحاد البيضاوي ونشوفوا الوجهه اللي غيمشي فيها اشرف مرزق. عوده اللاعب البلادي النعمه اللي كان بريتن فريق حسين اكادير ومشى لفريق رجاء بني بلاد، ايمن الديراني هو كان بريتن فريق شباب محمديه غادر الفريق. الغياب ديال البدايه ديال الاستعداد غياب الثنائي ديال رودريغو وبيبيندو لاك سونترال ديال فريق شباب الاتحاد البيضاوي اللي ما بداوش استعدادات ديال مع فريق الاتحاد البيضاوي، كذلك عبدو التراوري هو كان غاب على البدايه ديال التدريب. يعني الميركاتو نشوفوا اللاعبين اللي وقعوا جوج اللاعبين من فريق طونغيت السنغالي ايوب، الابرز الانتداب هو حارس مرمى اجنبي وحارس موسى الحارس موسى صار اللي وقع مع الكشوفات ديال فريق الاتحاد البيضاوي بعقد ديال 3 سنوات. عندهم مشكل في الحراسه العام اللي فات هشام ولا غادروا شي حراس اللي خلاهم اضطروا؟ ما كانش مشكل حراسه ايوب، ولكن كان مشكل منظومه دفاعيه، يعني تيتبدلوا لاك سونترال بزاف د المرات، بعض المرات يلعب ايوب ديراني مع رودريغو، بعض المرات بيبندو مع رودريغو، بعض المرات يلعب بلالي النعمه من ميلو تيران ترجع يلعب فلاك سونترال، وكان محمود بن تومي هو الحارس الرسمي ديال الفريق، كان في الاول بدر الدين بن عاشور هو الحارس الرسمي منافس ديال كاس الكاف اللي مشى حتى في الخليج العربي. يعني هذا هو المشكل اللي كان عند فريق الاتحاد البيضاوي، هو انه ما كاينش استقرار على التشكيله الرسميه في الدفاع لا في الحراسه ولا في فلاك سونترال. كان يعني الجوج اريال روا كان معروف اشرف مرزاق واريال غوش محمود بن تومي هما اللي ما كانش يتغيروا، ولكن كان غياب ديال محمود بن تومي محمود بن تيك واللي اثر بعض المقابلات اللي كان خاد فيهم 8 صفرات وملعب جوج مقابلات اللي كان ادى عليهم فريق شباب الاتحاد البيضاوي غاليه. يعني النتائج كانت كارثيه في وسط الموسم ديال فريق الاتحاد البيضاوي. كما قلنا موسى صار حارس مرمى لاعب الوسط الهجومي بوبكارين صالي هذا اللي كان وقع عقد مبدئي الموسم اللي فات، ولكن ما لعبش، كان مشكل بين الفريق الاصلي وفريق الاتحاد البيضاوي، ولكن هذا الموسم وقع العقد ولعب بعض الماتشات اللي حضرت لهم ايوب. يعني كان لاعب في المستوى الجيد، لاعب عنده كوشيه مزيانه كما تنقولوا، يعني حتى الجمهور اللي حضر بين قوسين الجمهور اللي حضر في ملعب روش نوار كلشي كان عاجبه الاداء ديال اللاعب بوبكارين صالي. كما قلنا اللي برز في هذه الماتشات الفريق لعب بزاف ديال الماتشات حبين، لعب ضد فريق شباب محمدي خسر 3-1، ربح شباب مسيره ب 3-0، خسر مع ستاد المغربي ب 1-0، تعادل مع الاتحاد الاسلامي الوجدي 3-3، واخر ماتش لعب في ملعب تيسيما واللي فاز به على فريق شباب السوالم ب 1-0. كما قلنا الاهداف ديال الفريق هذا الموسم هذا لا الطاقم التقني لا اللاعبين وكذلك المسؤولين ديال الفريق والمدرب، وانهم ما يطيحوش ايوب في الاخطاء اللي كانوا في الموسم اللي فات، خاصه ان اللاعبين ولا المسؤولين ديال الفريق كانوا مركزين على كاس الكاف اللي مشاو فيه بعيد، ولكن تقصوا في الدور قبل المجموعات، هادشي اللي خلى ان الفريق يستعد بكري يوقع مع بزاف اللاعبين. كاين بعض الخصائص كما قال مديحي بان غيكون التوقيع مع مدافع ومهاجم اوسط في الايام، يعني هاد اليوم ولا غدا اخر اجل هو الهناف نشوفوا اللاعبين اللي غيوقعوا للفريق الاتحاد البيضاوي.
اللي كما وقع كما قلنا جوج لاعبين ديال طونكيت، كاين لاعب ديال شباب السوالم يوسف حكوري الملقب ماكسي اللاعب السابق ديال فريق راسينغ البيضاوي، حتى هو وقع في كشوفات ديال الفريق. اغلبيات كانوا توقيعات رسميه ولا مباشره ولا كانوا من بعد تيست هاد الصفقات هادو؟ كاين اللي من بعد، كاين اللي من بعد تيست وقعوا وغيمشيو بريتي، وكاين اللي وقع من بعد تيست. يعني انا حضرت التيست، يعني تيبان لك بان اللاعب صافي واجد تيتصلوا به، تيتصلوا بالمسؤولين ديال الفرقه واش، ولكن اغلبيه التوقيعات ايوب هما توقيعات اللاعبين تيجوا يعني بواقعهم، يعني نقل حر سميتو العقد، يعني ما كاينش باقي عنده عقد مع فريق اخر ولا لاعب حر تيجي يدير تيست مع فريق الاتحاد البيضاوي تيوقع مع اللاعبين اللي تيكون مديحي تيأشر عليهم بانهم باغيهم في لي بوست اللي باغيين فريق الاتحاد البيضاوي، اللي كما نقولوا كانت استعدادات ماراطونيه، استعدادات يعني الكل يكون واجد يكون حاضر لهم. الرئيس عبد الرزاق المنفلوطي باش كان هو واقف على كل شيء مع الاطار الاداري اللي رجع مع فريق الاتحاد البيضاوي اللي كان غاب الموسم اللي فات، هو منعم خافي اللي كان يعني كان مع المسؤولين ديال الاداره ديال فريق الاتحاد البيضاوي وغاب الموسم اللي فات، وهذا العام جا بمساعده ديال الرئيس ولا محمد مديحي باش يوقعوا على اللاعبين اللي شافوهم بانهم غيصلحوا لفريق الاتحاد البيضاوي. خويا ايوب شكرا لك صديقنا هشام الشعيب، قربتينا من جديد شباب محمديه والطاس. نذكركم ان الطاس عندهم مواجهه مع فريق شباب اطلس خنيفره، مقابله غادي تلعب في مدينه خنيفره.